مساء الخير عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم على ميديا ان تي في، مرحبا بكل الناس اللي كيتابعوا قصة الناس. كنرحب بالحضور اللي معايا داخل البلاطو، كنرحب ايضا بالاستاذ سعيد ناوي محامي بهيئه الدار البيضاء اللي غيرافقني اليوم في هذه الحلقه، وكنشكر بزاف وكنرحب بالناس اللي جاوا اليوم يشاركونا قصتهم وهما اللي عاشوا ووقعت لهم حادثه وسط الخدمه ديالهم، حادثه وقعت لي في الخدمه. موضوعنا اليوم في قصه الناس رشيد 35 عام، المشغل ديالو خسر عليه 8000 ريال ومن بعد حادثه ديال الشغل. رجاء 23 عام، تحرقات في الخدمه، المشغل ديالها ما خسر عليها حتى ثمن الدواء. لطفي 50 عام، نجار، الماكينه قطعت ليه الصبع ولكن تبع الدواء حتى خدا حقه. مرحبا بك سي لطفي. رجاء رشيد، شكرا على المشاركه ديالكم اليوم. 2002 رشيد وقعت لك حادثه في الخدمه ديالك، عاود لي قصه ديال هذه الحادثه اللي وقعت. في 2002 وقعت لي الحادثه ديالي، كنت خدام بعدا كنشكركم على هذه الاستضافه بعدها. مرحبا سي رشيد. في 2002 وقعت لي حادثه الشغل في الخدمه. شمن خدمه؟ كنت خدام في الشانطي تنصبوا البنيه التحتيه. فهاداك الشيء ديال الروكارا ديال الواد الحار. الواد الحار، وكنت خدام ودخلت للروكار خدام. بديت كنفيني والغلاقه ما تكيتها، انا جاي طالع من الروكار ضربتني الغلاقه، ضربتني لهنا القرفاده. تضربت معاها لاكلوش. نيفي طردق. من طردق نيفي هزني مول الشركه، خو مول الشركه هزني داني السبيطار خصوصي، من داني السبيطار خصوصي من داني لقاه هو. هذا ماشي المشغل ديالك، ولد خوه قلتي. خوه هو اللي. واخا انت نعطيك سر رشيد، فاش وقعت لك الحادثه واش اتصلتي انت بالشيف ديالك ولا شنو درتي ديك الوقيته؟ ديك الساعه هزوني انا ما عاقش لا راسي، هزوني حتى انا تهرس من نيفي، نيفي تهرس من هزوني داوني السبيطار، داني عاقل لا راسي بداني الكلينيك. من وقفوني قدام كلينيك ولا هزني داني السبيطار الاقليمي، من داني السبيطار الاقليمي ولا عاود مشى جاب لي الدواء 8000 وشي حاجه ديال الدواء. من داني السبيطار الاقليمي لا وحني تما ومشى بحال. هذا خوه؟ خوه مول الشركه. ومن داني السبيطار الاقليمي لا وحني تمايا اضطريت انايا عيط لمال الدار، هذيك الساعه جاوا مال الدار تقريبا شي سبع ايام وانا في السبيطار، ولا مره ثانيه ولا جا خدا الوثائق ديال السبيطار ولا مشى بحاله. من تما ما شفتوش. واخا انت ديك سبع ايام كلها كنتي ما عاقلش على راسك ولا توقدتي ولا تي؟ عاقل على راسي ما كنشمش، النيف ديالي مهرس. واخا الطبيب شنو عطاك ديك الساعه؟ عطاك شي شهاده طبيه كتبت هذا العجز اللي عندك ولا شنو درتي معاه؟ العجز تدس في المحكمه حيت دعيتو. لا ولكن ديك الساعه الطبيب عطاك مثلا توقف على الخدمه انت مريض ديك الساعه. 35 يوم. 35 يوم. وعاد قابله جديد. يعني عندك عجز. عندي عجز. عطاني 35 يوم، وهذيك 35 يوم انا من 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 خرجت من السبيطار هذيك السبع ايام من خرجت صيفط لي الناس قال لي نعطيك 6000 ريال وبلا ما دير حتى شي حاجه. هذا مول الشيء. حيت هو ما عنده لا وثائق لا والو. دابا نيفك تهرس بغى يشريه ب 6000 ريال. وانا 3 سنين وانا خدام معاه. بدون وثيقه حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه. والسيد هو عنده النفوذ، هو برلماني سابق ورئيس بلديه سابق، الباب اللي كنفتحوا كيسدوا لي. ولكن انت شنو هي الظروف اللي خلاتك رشيد تخدم بلا اوراق 3 سنين بلا اوراق؟ يعني الانسان كيخدم الشهر الاول الثاني 6 شهور 7 شهور كيطالب بوريقاته لا سينيسيس ديالو ولا ميتيال. بالنسبه للمنطقه اللي فيها حنايا الناس كيخدموها ب 600 هذيك الساعه، انا خدام ب 40 درهم وهاز 8 نفوس. انت كتقول يا ربي يا ربي تلقى فين تخدم. انا هاز 8 نفوس بعيا، عندي خويا تيقرا في الجامعه وانا هاز 8 نفوس، تصور نضطر نخدمها ب 400 ريال النهار. والناس تيخدموا ب 600 في 2002 كان في سيدي يحيى الناس تيخدموا ب 600 في البني، وانا كنت هذيك الساعه تخدم ب 800، راه 800 في 2002 راه شي حاجه حنا عندنا. ومن قلت له ما قلت له انا مازال مضرور، ما يقدرش ناخذ انا 60000 ريال ونسمح لك. هو بغى يبيع ويشري الساعه. الشركه كانت سالات المشروع ديالها. ما صدت كيفاش نشدو، مثلا كندير العنوان ديال الشركه، من كنمشي للعنوان الشركه وندير المحكمه، العام القضائي ما تيخرج يقول تنسمع لنا في المحكمه عدم التوصل. مول الشركه ممكن نشدو من هذا العنوان تيدير عنوان اخر. تيبدل لك العنوان. يعني ما تشدلكش هذا مول الشركه. ما تشدش ليا. ما قدرتش واش تفاهموا حبيا. لا ما من التفاهمي، هو ذو نفوذ، هو ما هو ما كاينش اللي يقدر عليه، هو معروف فوق نيطره. برلماني سابق ورئيس بلديه معروف. ما انا ما عنديش، انا تنبغي مثلا تنبغي نمشي للمحكمه ولا تنبغي مثلا نمشي، ما عنديش باش نركب. تصور تنخدم 3600 ريال السيمانه، كيفاش نشري باط الطحين، كيفاش مال الدار. وهز مسؤوليه، انا هزيت مسؤوليه ود 10 سنين.
هادشي علاش الانسان تيوصل للظروف ديالو كتخليه يتلاح في اي بلاصه مع اي واحد. وتنحس في الحقره ولا حقرك هاد السيد اللي ها نتايا خدام معاه، ها انت خرجتي بلا حتى شي حاجه، في نهايه المطاف بغى يبيعك ويشريك ب 60000 ريال. نوريك التصويره هي عندي هنايا، الا بغيتي الصوره نوريك نوريك هاي. وخا دابا بنادم تيشوفني ما كيشوفش الضربه. دابا تتبان النفره ما تيبان عادي، ولكن انت وارضات الوالدين هي اللي خلاتني نيفي ما يبانش. هادشي كله خسر عليك هو 8000 ريال ديال الدواء، هادشي اللي كتسال، هادشي اللي كتسال. نعم. واخا رشيد مازال نرجعو نكملو معاك القصة ديالك، ماشي قضية دابا فلوس ولا قضية حقرة، قضية بزاف ديال الحاجات مخلطة في القصة ديالك رشيد، شكرا ليك. رجاء تنتي وقعت لك حادثة رجاء، كتخدمي في مخبازة. عاودي لي شنو وقع بالضبط، تحرقتي؟ دابا كنت خدام عند واحد السيد مدة ديال عام وانا خدامة عنده، وكانت عنده واحد الفران قديم اللي كنطيبوا فيه الخبز وداك الشيء، ديما كنقول له راه داك الفران شي نهار غيدير لنا شي حاجة. يعني عارفينو قديم ولا خاسر، وكتقولوا لي راه داك الفران ممكن يوقع. لي انا غيدخل شوية الفلوس وغنبدلو، غيدخل شوية الفلوس وغنبدلو. واحد النهار مشيت هكا يلا غنشعلو، مع داك الشعلة اللي غنشعل ما عرفت شنو كانت شي لعيبة خاسرة في البوطة. ما غادي نشعلو داك الشعلة تفرقت الغاز كله ترجع لي أنايا، تحرقش من هنا من صدري ومن يدي من هنا النص كامل. صافي منين تحرقش عيط لي وداك الشيء، قال لي انت ما انتبهتيش ليه وهذه. قلت له المشكل فيك انت ماشي في الفران ولا فيه، هو اللي ما داير الشروط. قال لي انت ما انتبهتيش ليه. انا واحد البنت ديما كنقولوا لي راه الفران راه خطر زعما. بدا كيقولنا صافي صافي. داك النهار منين طرا لي انا المشكل داني للسبيطار. صافي مشيت قلت ليه شنو غدير معايا، قال لي ما عندي ما ندير لك داك الشيء كتاب عليك انتيا. قلت ليه زعما انا يا راه خصني ضروري تعوضني ولا نخدم ولا. قال لي تكملي معايا السيمانه وغادي. قلت له انا محروقه ما غنقدرش. قلت ليه ضروري خاصك انت تعاوني باش نخلص لك راه باش انا يتيمه ما عندي حتى شي واحد اللي غيعاونني. صافي من هو بطبيعه الحال ما عندك لا ورقه لا جوج مع السيد. لا ما عنديش. كتخدموا في مخبازه هكاك دابا اجي وخدم. هو استغل ديك النقطه بالله راه ما عندي حتى شي واحد. صافي من شافني هكاك داني للسبيطار خلى معايا واحد البنت صاحب شي، قال انا نخرج نجيب لها شي حاجه، مشى ما رجعش. صافي مشيت. يعني حتى الدواء ما توصلتيش به؟ عاونوني غير شي ناس وشي واحد البنت صاحب شي هما اللي عاونوني. صافي بقيت بحال هكاك شابريت، مشيت لعندو قلت له شنو غدير معايا، قال لي ما عندي ما ندير معاك. قلت له على الاقل رجعنا نخدم ولا هذا يعطيني شي حاجه، قال لي لا. صافي خلاني. يعني هذا المشغل ديالك ما خدم معك لا قانون لا انسانيه لا حتى شي حاجه، ما خدمها حتى قانون ما خدموا معك. يعني انسان غير براني الا عرفتي محتاج غتعاونو. غير الناس دابا غير شي واحد اللي كيجيو عندنا كياخذوا من عندي، وهذه اللي شافوني هما اللي عاونوني. بقيت مساعده من عند الناس هو ما عاونيش. وانت شنو درتي في الحرق ديالك؟ صافي ما بقيتش. شحال بقيتي وانت ما خدامه؟ شحال بقيتي وانت كداوي؟ 6 شهور وانا يا مريحه. صافي كيعاونوني غير الناس، البنات صحابها شي هادي كيخلصوا معايا الكرا كيعاونوني. انت ما بقيتيش خدامه؟ ما بقيتش خدامه، ما قدرش بقاش هنايا اكثرين كليشه في هذا البلاصه. حيت اليد اليد اللي تحرك. واليد هنايا كاين اكثريه هنا في انا كليشه بزاف. صافي بقيت كنشوف شنو غندير معاه، ما لقيتش ما ندير معاه. ما كاين حتى شي حل. كيقول لي بنادم كيقول لي الناس سيري زعما دعيه ولا هذه، كنقول لهم ما عارفاش. ما عارفاش فين غنمشي. يعني سولتي راسك رجاء؟ سولتي؟ سولت ولكن ما لقيتش يد المساعده اللي غتعاونني. بقيت انا ماشي بنت هنا، وقلت لهم ما عارفاش خاص ضروري اللي غيوقف معايا. صافي ما لقيتش اللي يوقف معايا. خليش امر الله وخليش هو شاء الله. واخا رجاء مازال نكملوا القصه ديالك ونعرفوا التفاصيل ديال هذه الحادثه. السي لطفي حرفتك نجار. وديما كنسمعوا باللي نجار ديك الماكينه زعما تنسمعوا هكا باللي معرضين ديما انتم للخطر. الماكينه يا ما سمعنا على نجاره اللي تقطع لهم الصبعان وتقطع لهم اليدين في هذيك الخدمه. بما ان انتم الخدمه ديالكم تنجرات محفوفه بالمخاطر. عاود ليا كيفاش حتى 5 ديال الصبعان كلهم داتهم الماكينه. اولا السلام عليكم. عليكم السلام. كنشكر على كنشكركم على الاستضافه هذه اللي وقعت لي الحادثه انايا في 20/6/91 في رمضان. تقريبا ساليت هذيك زوايد ديك الربعه العشيه وقت هذاك هو انتهاء العمل. اخر طرف ذاك الكيد عنده واحد توبيك
طوبي هنا واحد القيد واحد جا كيتزير واحد جا مع قوه الدرك د الخدمه وداك الشيء تحل انا ما رديتهاش قال الماكينه هي اللي ماشي قلت لها الماكينه وريني كيزيغ هذاك بعد مرات تحل ما ديتهاش فيها انا هي هذيك الساعه ما حسيت براسي مع انسان صايم و من الصباح ومن بعد العشيه بغيتي تمشي فحال راه لاين تقريبا هي هذيك وقع اللي وقع وقعت لي ديك الحادثه هي هذيك من وقعت لي الحادثه انت هاد البلاصه فين خدامه سي لطفي ماشي محل ديالك خدام ماشي حد خدام ماشي واحد اتولي هذا خدام فين كاين الشاف ديالك كاين الشاف ديالي وقعت لي الحادثه المهم هزو ما بغاش يهزني الباترون ديالي السويسي مشاو السبعه بخمسه بخمسه هادو هزيتهم كاملين في يدي داروا لي واحد لكم هي ديك جا الاخ ديالي هزني بالطوموبيل ديالو داني ال وكيفاش الباترون ديالك ما بغاش يديك؟ ما بغاش يتحمل المسؤوليه علاش ياك كاباسيتي عنده؟ ما اسيوريس المهم ما داهاش فيا وصافي هي ديك جا الاخ ديالي هزني داني السويسي خصو يصرع بيا المهم مشيت داك العمليه داك الشيء هادو كانوا غير حيدوهم لي انا غبت داك الدكتور بلا ما نقول السميه ديالو باش خلاه عليا المهم شي شهور وانا في الدار جا عندي هي ولدو ما بقيتيش كتخدم ما بقيتيش حالك ما والو رجعوا لك السبعه لجوج هرادو رجعوا نديرو فيهم بالحديد ديرهم ديك البانسات هنا والاخرين ضعتي فيهم الاخرين ضعت فيهم هي هذيك ست شهور جا عندي ولدو هو اللي شافني حيت كيخدم معايا حتى هو هو اللي طلع ما جا عندي لا با لا حتى شي واحد لا باترون حتى شي واحد المهم ملي وليتي شويه مشى عنده الاخ ديالي قال له شنو غادير معاه قال له المخزن بيناتنا فعلا التجأت المفتي الشغل يعني حبيا ما كاينش لا ما كاينش ما تبعك ما سول على المصاريف ديالك زعما حتى من الجانب الانساني انت شحال من عام وانت خدام مع السيد؟ تقريبا 14 عام 14 عام الخدمه زعما انسانيا حتى هي خصها تدخل هي هذيك التجأت المفتي الشغل حكيت له شاف داك الشيء عندي شهاده ديال 60 يوم العجز العجز جت عطيني شهاده انت كانوا استلوا في ورقاتك مري قليل مع هذا السيد هذا لا مديكلاري بيك مصور لا ما كانش مديكلاري بيا حتى التجأت المفتي الشغل ملي التجأت المفتي الشغل خير السلطات جاو هضروا معاه هدتوه داك الشيء ملي راه دير حيت كان داير ولدو مسوري جوج ولادو ومسوري راسو انا ما كنتش مسوري حتى حنا كنا انت ما كنتيش عارف راسك ما مسوريش لا ما كنتش عارف راسي عند بالك راك خدام مسوري كل شيء خدام مسوري عادي المعلم مزيان كيخلصني زعما ماشي معمرو ضيعني يعني حكولي ولاني فهاد ملي وقعت لي هاد الاكسيدون ديال الترابي لقيت راسي ما مسوريش المهم التزمت ولاني هكاك ما لقيتش صعوبه ملي جاو الناس هضروا معايا وداك الشيء باش عاد داني دخلني لاسيرونس سوري عاد ديك العربي ديك العربي داني في لاسيرونس هي هذيك واخا سي لطفي مازال نكملوا معاك القصه ونشوفوا شنو هي المسطره وشنو الاجراءات اللي درتي باش خليتي حقك في نهايه المطاف شكرا لك بزاف السي لطفي طيب استاذ سعيد ناوي بغيت نسولك بدايه على كيفاش المشرع المغربي تيحدد بعدا شنو هي مفهوم حادثه الشغل امتى كنقولوا هذه حادثه الشغل وهذه ماشي حادثه الشغل نعم حادثه الشغل كما حدد الظاهر هي كل ما يصيب الانسان بصفه مفاجئه اثناء قيامه بعمله الحاله اللي شفنا الاولى ديال الاخ انه كان اثناء القيام العمل ديالو تعرض لحادثه ديال شغل نعم. للاسف انه كاين مجموعه من الملاحظات اللي نبغي نشير لها في البدايه انه كان هو دار دعوه وانه استعصى عليه ان يبلغ الشخص وبالتالي انه في اطار يعني الاجراء ديال التبليغ ما كنبلغوش الشخص شخصيا فبالتالي انه عنده شركه اذا كاين مقر عمل معين اذا ممكن يبلغوا في مقر العمل اي خدم ديالو يقدر يتوصل فيكون توصل قانوني نعم. بالنسبه كذلك للاخت للاسف انه باقي عند الحال كنقول لها انك باقي على الحال انك تصرحي بالحادثه ديالك الان لانه عندك اجل ديال سنتين باش تصرح الحادثه ديالها وممكن حتى بالاجراء ديالها بطبيعه الحال كما قالت في القصه ديالها وقصه مؤثره لان ما عندهاش اللي غادي يوقف معها ولكن على الاقل ممكن انها تلتجا مثلا لهيئه المحامين مثلا في الرباط مثلا هنا او في, 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 في مدينه اخرى وكذلك انها ممكن انها تلتجا لمحامي معين ويقوم بالقمله بالمسطره كلها وتحصل على التعويض ديالها باش ما تضيعش دونك هذا هو يعني واخا هاد الناس سي سعيد راهم ما عندهمش ورقات المشغلين نعم ديالهم ما ديكلاريينش بهم فعلا لانه كاين بالنسبه للاخت عندها غدير جوج المساطير المسطره الاولى ان غادي تقدم بدعوى ديال الطرد باعتبار انه مباشره بعد انتهاء المده ديالها ديال الضرر اللي حصل لها والراحه ديال اللي كانت عندها رجعت العمل انها منعها باش تدخل العمل اذا هنا غتقدم بدعوى ديال الطرد لان باقى في حمايه المشغل فبالتالي ان ممكن تقدم دعوى ديال الطرد بناء على شهادات دوك الناس اللي كيساعدوا
يشهدوها ممكن يشهدوا لها لانه في قانون الشغل انه جميع الوسائل ممكن يثبتوا معلاقه شغليه ماشي ديما الوراق هما اللي كيثبتوا العلاقه ديال وان كان للاسف انه المشغل يستفيد من القوه العضليه بين قوسين ديال المشغل على الاقل يكون ان على الاقل انه يجازيهم بالتعويضات وعلى الاقل يعطيهم يعني الحقوق ديالهم كامله لانه من بالالتزامات اللي كترتب على المشغل في البدايه انه يعطيهم البوليصه رقم بوليصه ديال التامين بانه راه مؤمن على الحوادث شغل في حادث وقوع حادث شغل معينه حيت كنلاحظوا ان السي لطفي ما عرفش براسو بلي هو مسوريش حتى وقعت الحادثه للاسف اكتشفها صدفه فعلا لانه غيكون اكيد انه المشغل عنده تامين لانه ما يمكنش يعني شركه التامين تعوض حوادث ما بعد العقد لانه خص يكون العقد كاين يعني تم يعني ابرامه بين المشغل وبين شركه التامين ومن بعد يتم التصريح به لدى يعني السلطات المختصه من اجل يعني تعويضه بعد الاصدار اللي كنت كنتكلموا عليه من بعد المصادر اللي غتكون باش انه يحصل التعويض كذلك الاخت انها ممكن كذلك تصرح كذلك بالحادثه اللي وقعت ليها تمشي اما المقاطعه اللي قريبه ليها او الدرك او تمشي مثلا للسلطه المحليه او السلطه البلديه من اجل التصريح بطبيعه الحال انه من بعد غتدار اجراءات غيحلوا الملف على المحكمه وغتحضر وغدار خبره ويتم تقييم ديال الضرر ديالها وتعوض ما تضيعش فباقي عندها الحل الان انها ممكن تقدم نعم اذا مازال نهضروا السي سعيد على الاجراءات والمساطر اللي ممكن يديروها هاد الناس وغيرهم شكرا لك بزاف على هذه الافاده طيب مشاهدينا توقفوا لحظات مع فاصل اعلاني ونرجعوا نكملوا قصه الناس وخاصي رشيد نكملوا معك القصه ديالك انتوما فاش كتكونوا خدامين في داك الشونتي انت والزملاء ديالك شنو هي شروط السلامه مثلا اللي كيوفر لكم المشغل ديالكم الناس اللي انتوما خدامين معاهم شنو كيوفروا لكم كحمايه واش كتوفروا انتوما راسكم باش ما تطيحوش في هاد فاش ما تطيحوش في هاد النوع ديال الحوادث لا ما كاين حتى شي حمايه غير تجيو تتلاحوا وتخدموا صافي تخدموا صافي ما كاين شي حمايه كل مره نضرب واحد كل مره حيت فاش تتهبط في هذاك التحت يعني وكديروا كاسكات كديروا شي حاجه ما كاين حتى شي حاجه والو ما كاين حتى شي حاجه عدد مني انا ماشي انا يعني انا مني عدد نعم انا منك عدد اللي العدد اللي كيتصابوا تما في القوادس وفي الواد الحار واخا وعدد منك كلهم تيمشيو على عينهم ضبابه ولا كيفاش؟ كل بحال دابا بالنسبه انا ما عارفش بالنسبه انا ما عارفش فين ندخل ونخرج واحد تكون الماده ديالو شي شويه ناقصه ما عادش فين يتحرك مثلا على المحكمه تنبغي نمشي لها انا مثلا تنبغي نمشي للمحكمه ما عنديش باش نمشي خصني انا خدام مثلا 3000 ولا 4000 نعم ما عندكش كيفاش يلا يلا كافي المعيشه ديالك وعاد دابا اكثر عاد دابا من تزوجت عاد صافي انا بغيت هاد الدعوه بغيت ننساها واني تبقى نتفكرها تبقى نتألم بزاف دابا راه من جيت لهذا البرنامج فرغت بزاف شي حوايج وتفرغتهم في هذا البرنامج ولكن سميتو الضربه اللي جاتك في النيف دابا الحاله ديال شنو؟ دابا مثلا دابا البحر ولا البيسين مثلا ولا لونطريوم وحبست كل شيء شنو التأثيرات اللي وقعت من بعد الحادثه؟ مثلا تنبقى مثلا تكون خدام نيفي تبقى تنفخ ليا ونيفي دابا مرة تبقى يضرني مثلا واش كنتي خاصك شي عمليه وش حاجه ما درتيهاش؟ كنت خاصني عمليه واضطريت ما درتهاش قال لي الدكتور قال لي هذه ما هذه قال لي بلا ما ديرها وانا كنت خايف نيت من العمليه ومازال عندك شهاده الشفاء اللي دفعت للمحكمه باش حكمت المحكمه انا ما كنتش ندفع هذيك شهاده الشفاء انا كنت مازال مريض هذيك 35 يوم الاولى كنت مازال نزيد ناخذ اكثر من هذيك انا ما كنتش عارف ما كنتيش عارف ما كاينش محامي ما كاينش واخا المحامي ما كاينش اللي نورك والو المحامي واخا دابا المحامي ما كيحضرش في الجلسات تتمشي عنده انايا درتي محامي وعاد هما في درتي رشيد محامي لا ما درتوش انا درتو لي المحكمه درتو لك المحكمه انا جيت انا ما عارفش انا تصيفط لي المحامي واحد البرا ريكوموندي قال لي انا راه فلان تجي عندي هذه مشيت عنده صافي انا كنمشي عنده انا كنمشي انا كنحضر في الجلسات هو معمر شتو تتمشي عنده وكنمشي عنده كيخسر عليا راه ما كاين والو ومؤخرا عيطوا لي ولكن انت قلتي قبيله قبل ما في الجزء الاول في القصه ديالك باللي المشغل ديالك ما كيبدل العنوان كيبدل العنوان كل مره كل مره تيبدل العنوان اللي استاذ سعيد الناوي تيقول لك باللي المشغل ديالك راه الا كان شركه ولا وزير ولا شي حاجه راه عنده مكان قار واخا ما كيبدل الشركه كل نهار واخا قار واخا يبدل تيبدلوا مثلا هما دابا تيديروك ما عندهمش شركه مثلا يدير لك شركه اخرى بحال دابا انا ما عارفش انا دابا ديك الشركه اللي مديرين هما البلاكه اللي مديرين وسط الدخله ديال سيدي حيا مثلا ولا قنيطره مثلا البلاكه انا قيت هذيك البلاكه من ديتها قال لك انت ما عارفش راسك فين خدام ومع من تابع ما عارفش انا انت غير خدام 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 صافي زعما البلاكه اللي مديرين هما خدام بالعطش دوك اللي تيجيو يخدموا وصافي خدام الشركه انا وين البلاكه اللي مديرين هما مثلا موضع فلان الفلاني الشركه اسم ديال مول الشركه ملي كندير هذاك الاسم هذاك الشيء تيقول لك لا هذا الشيء ما كاينش كاع ولا تيقول لك عدم توصل انا ما فهمتش انا ما فهمت حتى شي حاجه والباب من
وكان دي نمره الشركه وتقول لك عدم التواصل ما فهمت والو. ايوا هادشي باقي من 2000 و من 2002 وجوج ومؤخرا على 12 عام ومؤخرا عيطوا لي قال في 2009 ولا مرت 2010 ما بقيتش عاقل عيطوا لي هما دعوني داروا لي تحميل رفع الحجز على الشاحنه وتحميل الصائر. كيفاش؟ علاش دعوك؟ دعوني باش حتى انا درت لهم حجز الكاميون ديالهم. اها وقالوا لي رفع الحجز على الشاحنه وتحميل الصائر هما دعوني انا. ايوا صدق واحد النهار غادي للمحكمه تلقي الدعوه ديالي كاينه. قال لي عندك حكم استعجالي، هما عندهم حكم استعجالي وانايا حكمي مشى. وانت اللي نيفك 12 عام ما عندكش. هو دار حكم استعجالي حيت هو وانا معادي ما نقدرش انا ندير حكم استعجالي ولا نقدر ندير شي حاجه ما نقدر ما عارف ندير والو. هما دعوني وانا دعيتهم ما ديت منهم والو والمحكمه حكمات. ما لقيت منه. اذا ما صورتي والو من هادشي كله. ما صورت والو. 12 عام ما كاين حتى شي حاجه. نصورها الغدا تناكلها في قلبي لداخل. تناكلها بزاف. كنبقى نتفكر الضربه والله ما نكذب عليك تنفكر الضربه تبقى تشدني التنقريزه. حيت انا تضربت من هنا تضربت في القلق الاولى وتضربت مع لاكلوج ديال الروكار هذاك لاكلوج ديال القنت تضرب معايا هو اللي هرس لك النيف. هرس لي النيف دابا راه دابا واخا تيشوف دابا الواحد يشوف نيفي يقول لك ما فيه والو كيبان عادي ما كاين والو ولكن هو لا كليتها بزاف. تبقى نتفكر الضربه صافي تنبقى هاد المشغيل ديالك صافي من داك النهار عمرك ما شفتيه ولا تفاوتي معاه ولا تدوز من بعد مره تنكون جالسه لا زعما عمرك ما جلستي انت وياه وتذكرتو حبيا انسانيا والو الخدمه مشيتي ما رجعكش. هو المشكل هو اللي دار اللي كان عندي انايا هو كي تضربت انا سالت الشركه حيت ضربت 3 سنين والصرف مثلا في هذاك الشانطي باش صابوا هذيك البنيه التحتيه 3 سنين وشي حاجه. كي تضربت انا تضربت في الفينيسي وفي الاخر قربوا قربوا كملوا حيت انا كتنفيني الروكارات هذوك الروكارات اللي كتنفيني انايا في الفينيسي وفي الاخر. انا تضربت تمايا هما صافي هذيك الساعه كان تيهزوا الماتيريال. انا ما لقيت ما نشد ما شديت حتى شي حاجه. واخا قول لي شنو هي طبيعه الحوادث الاخرى اللي كتوقع للدراري اللي معاك تمايا مثلا شنو وقع لهم كحادثه شغل مثلا كان تريطوار بوردولا تنكونوا تنصابوا تريطوار ديال الشانطي تنكونوا تنصابوا كنزلق على شي واحد كتضربوا بزاف. ما كاينش كاين الدوا الحمار والفاصمه وصافي الله يعاون. ما كيكونش مثلا في الشونتي عندكم طبيب ولا فرملي لا والو ما كاينش دوايات ما كاينش حيت كتخدموا في الخطر. لا والو ما كاينش مثلا تضربتي كيديك السبيطار وهذاك النص نهار اللي ما خدمتيش يحسبوا لك وغدا الصباح كيقطعوا لك. لا تيحسبوا لك ولا غدا خصك تصبح خدام ولا ما خدمتيش راه ما كاين حتى شي حاجه. واخا دابا رشيد شنو باقي شنو اللي محتاج زعما باش باش المسطره تمشي وتاخذ حقك انت باقي وصل انك تاخذ حقك. انا كيما وقفت انا في المحكمه حتى هو يوقف في المحكمه ما يجيش محامي ديالو. واخا ولكن بلاتي الله يخليك نسول الاستاذ سعيد النووي 12 عام دازت على هذه الحادثه وقيلا فات الحاله لا لا ما فاش الحال لانه يعني مادام انه المحكمه ان الملف يعني موضوع لدى المحكمه وكاين جلسات ما فاتش الحال ولكن فاتش الحال. انا استغرب لانه حتى ولو فرضنا جدلا بانه المشغل لم يتوصل كاينه مسطره كيديروها كدير المحكمه هي مسطره القيم او لوكيغاتور. دونك هذه مسطره القيم انه تيتم عني تعيين كاتب الضبط الكاتب الضبط اللي تيتصل بالنيابه العامه وكيبحثوا على الشخص باش يبلغوه بالاستدعاء. اذا انا ربما يعني ما فهمتش مزيان بالضبط شنو وقع ولكن كاين حالتين اما انه يبلغ الشركه اذا كاين محل يعني قار وكاين او انه يعني يتم المطالبه بـ 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 يعني باجراء مسطره ديال القيم باش يتم التوصل ديال الشخص. فما كيتوصل الشخص كتولي الملف جاهز وبالتالي انه كيد المحكمه عندها الحق باش تثبت في الملف على الجاهزيه ديالو. نعم واخا استاذ سعيد شكرا لك. شكرا السي رشيد على هذا الشيء اللي عاودتي لنا. نكمل معك رجاء. الناس اللي كانوا خدامين معك مثلا ما حملوش المسؤوليه لهذاك مولشي لان الفران اللي كان خاسر وانتم ياما تبريتوا من هذاك السيد الباترون ديالكم باللي راه المشكل في الفران. يعني واش ما تدخلوش الناس باش ما قالوش لي حشومه راه الفران هو اللي كان فيه الديفور ماشي شنو درتوا زعما تحركتي ومشيتي هكاك واخا تحركت هضروا مع البنت كنت انا واحد البنت اللي خدامين في ذاك البلاصه هضرات معاه قال لي انا ما عندي ما ندير لها قال لها لا بقاش فيك ديها انت شوفي شنو ديري لها. واخا هو مولشي هو مول الفران اللي ماشي هو هذاك بقاش بحال تقولي واحد الرجل طاغي كيبغي فلوس هو ما كيتسوقش لك حتى الخلصه ديالنا كدوز 3 ايام 4 ايام عاد كيعطيها لك هكذاك. يعني العلاقه ديما كانت عندكم ماشي هي هذيك ماشي هي هذيك. انتم رجاء انت والناس اللي خدامين معك كتكونوا خدامين انتم عارفين راسكم بلي لو وقعت لكم شي حاجه ما عندكم ما تصوروا مأمنين بها من الاول خطر. وكنقولوا عليه كيقولنا واخا بالله شي واخا واخا ولكن عارفين راه ما غيدير حتى شي حاجه. خدامين ولكن شنو غادي تشوفي حتى شي حاجه غتخدمي. والناس اللي معك بقاو يعني السيده اللي كطيب حتى هي في ذاك الفران تخدم ما عندها مشكل واخا تحرقتي انت ما لا منين صافي طرا لي انا المشكل شي الاخرى شي جلسات
علاش؟ حتى هي ما حتى هي خافت ملي شاف داكشي شنو دار لي، قالت انا دازت عليا ذاك الايام ماشي شاف داكشي اللي داز عليا حتى هي بحال اللي يقولي انا انا وليت عبره، خداش مني عبره ملي شافتني في ذاك الحاله ريحات يعني. وهو ما دارش ما حاولش يدير شويه ديال الاصلاحات ويشوف شنو اللي خسر وشنو يعني شروط السلامه ما متوفراش في هذيك المخبزه فين خدامين نتوما. ما عنده هو عادي تحرق شي ما تحرقتيش، المهم هو يدخل الفلوس ما عندوش شي اهميه بك انت. واخا من بعد رجاء شنو حياتك شنو درتي؟ واش مشيتي قلبتي على شي خدمه واحده اخرى؟ قلتي 3 شهور انت محروقه في يديك، من بعد شنو درتي؟ ما عرفتش فاش غنمشي نخدم، كنشوف يديا كنشوف راسي مريضه وضروري خصني نخدم ولكن ما لقيتش. بغيت نمشي عاوتاني نخدم في شي قهوه شي مخبزه، خفت عاوتاني طرا ليا نفس المنظر. صافي شفتها بقيت مشيت خدمت في الديور كذا. ما دابا كتخدمي في الديور؟ حتى الديور فيها الحوادث تيوقعوا، راه الانسان تيطيح تيتهرس كيشعل العافيه شنو غديري؟ هذا ما كاينش في هذا الميدان، هذا ما كاينش شي واحد اللي كيدير لك هذيك الحمايه ولا هذيك، كل واحد كيشوف غير مصلحته. صح قلتي لي قبيله باللي سولتي الناس، علاش سولتي الناس ومشيتيش عند محامي مثلا ولا مع مفتي الشغل وتجيبي الشهود كما قال الاستاذ سعيد؟ الا شهدوا لك الناس اللي خدامين معاك باللي انت راه تعرضتي للحريق في ديال الفران داخل المخبزه وانت خدامه، زعما ممكن تاخذي تعويضات ممكن تاخذي شي حاجه، علاش كتسولي الناس؟ كنسولت بغيت اللي يمشي معايا اللي يوقف معايا، باش انا واخا ما عارفاش فين غنمشي شنو غنجي، وكنت عارفه ملي صافي انسى كطرى لي شي حاجه الخلعه ما بقيتش عارفه شنو غندير. كنبغي نمشي ما كنلقاش شي حد اللي غيعاونني ولا ومشيت لعندو قلت ليه الا بغيتي دير معايا زعما شي حل راه غنوصل انا وياك. قال لي اللي بغيتي ديري ديري، زعما راه تايق في نفسه هو. صافي شتعيت وانا نريح ما لقيتش اللي غير. ما درتي والو اذا ما درتي حتى حاجه؟ وليت كنخمم في راسي خصني نخلص الكرا، خصني ناكل، خصني الدواء، خصني بزاف د الحوايج. صافي خليه شو جلس. واخا شكرا لك بزاف رجاء على هادشي اللي عاودتي لنا. طيب سي لطفي نكملوا معاك انت بعدا، الحمد لله استفدتي ماشي بحال هاد الناس هادو وقعت الحادثه وخرجوا بلا حتى شي حاجه. من بعد شنو هي الاجراءات اللي درتيها سي لطفي باش وصلتي للحق ديالك؟ علما ان قلتي واحد القضيه انه ما كانش هو مسورك في الاول، كيفاش من بعد عاد سورك؟ انا اول حاجه التجأت لمفتي الشغل. ايه من مفتي مفتي الشغل خرجوا الناس على السلطه ضغطوا عليه. اذا كان الضغط هنا ضغطوا عليه يعني ماشي حبيين هذا السيد جا تفاهم معك؟ لا ماشي حبيين هكاك ضغطوا عليه باش دارني في لاسيرونس. من بعد ملي دارني في لاسيرونس التجأت للمحامي، قضيه وبدات تبيد بالمحامي المحكمه. هي هذيك دازت تقريبا شي 4 سنين في الابتدائيه باش تحكمت. 4 سنين؟ تحكمت لصالحي، عطاوني تقريبا ديك بورسونتاج 60%. خرجوا لي ديك 3000 درهم بار تريمست، 1000 درهم بار موا. ومني خرجوا لي هاد لاسيرونس عاوتاني التجأت الناس اللي كيقلب اللي كيفتش وكيقلب وهادي راه كي يوصل الحق يقال لي وجهه راه كي ما يضيعش الحق الا كان انسان راه شي فيه تعب فيه طلع 4 سنين قلتي راه نفس طويل ماشي سهل ماشي سهل فيه طلع هبط فيه ولكن الانسان كون ما صبر كاين الخير تينول هذا هو بطبيعه الحال. من عاوتاني مني بقيت كنسول هي هذيك التجأت عاوتاني هذيك وزاره التشغيل وصناديق العمل. كيخرجوا واحد الكتاب فيه كيسالي على 12 عام بداو لي المره الاولى على حسب داك اللي عندي في البورسونتاج اللي عندي في المية 60%، المره الاولى بداو لي ب 600 درهم ما حد الموظف نهار اللي كتزاد الموظف حتى حنا كتزادنا معاه مزيان. دابا من 600 درهم تبارك الله المهم راه ولات الحاليه لدابا. دابا راه عاد صلحوا لنا مازال كيصلحوا لنا هادشي ديال دابا راه حيدوا لنا داك الكتاب باش شاك تريماس كديك الماندا ديالك الكونت ديالك بلا ما تبقى شاد النوبه ولا ديك الساعه كلها كيجي يعني الحمد لله سي لطفي حقك ما ضاعش. لا ما ضاعش الحمد لله، ضاع صبعا كيلي ولاني انسان خصو يتابر خصو يصبر. الا ما كان متابره وما كان صبر ما كاين والو. حيت كاين اللي كيعيا الياس راه ما عنده باش يفيد. بصح انا بغيت نسولك السي لطفي عافاك على الحمد لله ماديا ها هي الامور بعدا على الاقل كاين هذيك الماندا كتوصلك ولكن يديك ما عمرهم ما غيتعوضوا، صبعك ما عمرهم ما غيتعوضوا بطبيعه الحال غير هي ما تتكون جوج خطيات
واحد ترزا في صبيعاته ما يزيدش يتزحزح. هذا امر الله يعني عند انسان في انا بغيت نسولك السي لطفي عافاك على من بعد واش قدرتي تخدم واش قدرتي انت حرفتك بين يديك يعني صبعانك هما الحرفه ديالك شنو قدرتي دير ديك الساعه واش رجعتي تقلب على خديمه كيفاش تعاملتي مع واحد النوع الاعاقه لا بغينا نقولوا ديال الانسان اللي مثلا عاونوني العائله فهمتيني العائله المهم وقفوا معايا ما تخلاوش عليا هذا هو الجانب اللهم لك الحمد المهم كنشكرهم من هذا المنبر هذه سواء يا كبير يا صغير كنشكرهم ولاني اللي مولف تماره ضروري خصو يخدم اللي مولف الخدمه ما يبقاش يجلس في الدار باش انا الباقي حالي لدابا كنخدم كنجلس وكتخدم في نفس الحرفه ديالك تهجرت نفس الحرفه واخا سمعت كندير شي علاش قديت اللي كتبي لا حسن انا كنشوف اللي قدرت عليها كنمشي نناقش عليها كنجيب شي واحد اللي يعاونني المهم ضروري من مساعد حتى تنجات راه صعيبه ماشي سهله السي لطفي قبيله قلتي واحد الفكره مهمه ونفس الشيء اللي قالت رجاء الفران كان فيه خطر كان فيه شي ديفو الماكينه فيها ديفو يعني في دوك الورشات اللي كتخدموا فيهم كيكون الماتيريال ما كيتصلحش ما تيكونش لونتروتيان ديما كاين الماتيريال اللي كتخدموا به المشغل تيميك وتيخلي هما كنخدامين هكاك حتى كتوقع الكارثه المسؤوليه ديال المشغل ديالك مثلا ولا المسؤوليه مثلا ديال الفران اللي ما يتصاوبش احنا من الجانب هذا بالنسبه للماكينه كان فيها عطب تقريبا شي 4 سنين بحال دابا كيجي واحد اخر ما عرفش يخدم فيها وحيت فيها عطب 5 سنين ما عمر ما طرا شي مشكل ما عمر طرا شي مشكل انت الضحيه الاولاني ديالها انا هو الضحيه الاولاني علاش هذيك اللي في طوبي اغلبيه مش كنخدم فيها كنت كنخدم في طوبي واحد اخرى هذيك مع مزيرين مع عرفتي العواس اللي كتكون خدمه مزيره وداك الشيء ضروري التجأت هذيك الطوبي خدمت فيها ما زير درت الوسائل اللي كيخصها دار ولاني هذاك الكيد اللي كيتحل حد درك عليه بزاف وديك الساعه خدام انا في العود الروكو ماشي شي عود عود بوادور وليت كنخدم خصني نخرج لور الوقت وصل ورمضان راه ماشي ساهله في الخدمه رئيسها كيخدم من 8 حتى 4:30 بقات نص ساعه باش يعني كاين بزاف ديال الظروف اللي كتخلينا نوقعوا في حال الحوادث ورمضان عاوتاني راه صعيبه في الخدمه الانسان تقريبا الصنايعيه اللي جيت تشوف ما خصوش يخدم كاع في رمضان بالنسبه لكاع اللي عنده لي ماشين ما خصوش هذا رمضان خصو يشد فيه كونجي واخا السي لطفي تنشكرك بزاف على هذا الشيء اللي عاودتي لنا السي سعيد ناوي انا بغيت نسولك على الناس دابا اللي كيشوفونا اللي ممكن تكون وقعت لهم حادثه اولا كلنا رحنا خدامين ممكن توقع لنا حادثه في الخدمه ديالنا لما في لحظه وقوع الحادثه ديال الشغل شنو خصو يدار لا من طرف هذاك السيد ولا السيده اللي وقع الحادثه ولا المشغل ولا الفضاء اللي حنا كنخدموا فيه بطبيعه الحال انه ملي توقع حادثه ضروري خص يعني رب العمل او ما ينوب عنه بعد انه يعني يساعد الشخص ينقلوا ينقلوا المستشفى على النفق ديالو هذا وبالتالي من بعد كدار اجراءات اخرى اللي اجراءات قانونيه لانه خصو يتم التصريح به داخل اجل ديال 24 ساعه من الحادثه او انه في داخل اجل ديال 48 ساعه اللي كيوقع المشكل انه داخل 48 ساعه كيبقى الاجل ديال المشغل باش انه يصرح لكن في حاله انه امتناع بين قوسين رب العمل او ما ينوب عنه التصريح فبالتالي كما قلت قبيله انه عند الحق داخل اجل ديال سنتين انه يصرح به انه مباشره من بعد هذا التصريح هذا انه كيتم التصريح به لدى السلطات المختصه كيتم احاله الملف على يعني يعني المحكمه من اجل تعيين جلسه وبالتالي انه تتم الاجراءات العاديه كيفاش تتم الاجراءات العاديه انه تتم استدعاء الضحيه بطبيعه الحال باش انه تتم عرضه على خبره طبيه وبالتالي تتحدد العز الحقيقي اللي بقى للشخص ومن بعد تقترح تعويض من طرف الخبير اما انه في هذه المرحله انه يكون صلح مع شركه التامين كتختار عليه واحد المبلغ معين مقابل انهاء ديال النزاع بين قوسين حبيا كيتم عطلاء امام المحكمه ولكن كيجيبوا العروض ديالهم كما يقال يجيب العروض ديالهم مع الاقتراحات ديالنا الا في حاله مثلا الضحيه وافق على هذيك العروض تيتم اغلاق الملف تيحكم قاضي الصلح بين قوسين كما جاء في الظاهر تيحكم بانه تم توافق ما بين شركه التامين وبين الضحيه في حاله انه يعني الضحيه رفض انه التعويض ديال شركه التامين كيكمل المسطره وبالتالي انه القاضي الصلح يكون انه ملزم باش انه يحدد التعويضات القانونيه اللي كيستحقها الشخص بعد انه كدار الاجراءات ديال بين قوسين القضائيه انه تيتم يعني تبليغ الحكم لشركه التامين وكيتم التعويض ديالو وفق العجز اللي وقع عليه لكن واحد الخلط بعض في بعض الاحيان انه كيظنوا بعض الاشخاص انه راه رب العمل اللي تيعوض رب العمل ما تيعوضش رب العمل ملزم انه في اطار التزامات الملقاه على رب العمل انه يدير التامين وبالتالي يكون بحال وسيط ما بينه وبين شركة
كتامن باش انها تعوض يعني الشخص الضحيه. نعم. نرجع لواحد الملاحظتين اللي سمحتي لي لانه هذا هو انه اطار المساطر اللي قام بها الاخ وانه قام بمسطره عاديه وحصل على حكم ودار حز لانه المساطر ديال الحز كتكون في اطار استعجالي فكي ممكن دار في 24 ساعه يتم دار حز وكيترفع في 24 ساعه ولكن خص يتم تحويل الحز تحفظي الى حز تنفيذي بناء على الحكم اللي يتوصل ليه. كذلك انه ملاحظه اخرى باش ما ننساهاش هو انه ممكن يبلغ في الدار ديالو لانه كاين بعض نوع من الشركات اللي ما كتكونش ظاهره بحال شركه محصنه مثلا كيكون اتفاق ما بين اشخاص من اجل واحد المشروع معين وكيتم انهاء الشركه بتوزيع الارباح بالاشخاص وبطبيعه الحال صعب انك تبلغ الشخص مثلا في مقر عمل ديالو. نعم. ولكن ممكن يبلغوا لانه كيكون مسؤول كيكون بحال كيسموه شركه الواقع لي سوسي دو في. كاين ملاحظه اخرى ديال الاخت وهي انه قال لها بانك انت المسؤوله على هذا الشيء. الضحيه ليس مسؤولا على اثبات الضرر الخطا ديال. نعم. ديال بل انه طيب مجرد استاذ بالضبط هذه النقطه اللي بغيت نسولك عليها. نعم. على التقصير والاهمال اللي ممكن يكون عند هاد المشغلين واللي كيتحملوا النتائج ديالو هاد الضحايا هذه. فعلا للاسف واش ممكن يثبتوا هاد الاهمال والتقصير ديال المشغلين؟ فعلا للاسف انه خاصة اما يتقدموا بشكايات للسيد مفتي الشغل والسيد مفتي الشغل هو مفروض يعني من الالتزامات ديالو ملقاة عليه انه يدير زيارات ميدانيه لاماكن العمل حتى يشوف واش انه المشغل شروط السلامه متوفره ولا ما كاينش. نرد عليك شروط الصحه والسلامه واش متوفره في العمل او لا. لان ملي تيكون تقصير ديال مفتي الشغل يعني كما جا في الشهاده ديال اخنا وعير بغى يخدم مسكين فما غيشوف واش كاين اسيرونس ولا شي شغل هو يخدم ولا كاين. فالدوله بين قوسين يعني بواسطه مفتشين الشغل اللي انه موظفين لدى الدوله هما اللي خصهم يقوموا بهذا العمل ماشي الاجراء. اجراء تيكونوا في واحد الوضع اللي لا يحسدون عليه بالتالي انهم تيكونوا مضطرين للقبول بالظروف الاستثنائيه التي يعيشوها. نعم. وتياخذوا للاسف اجر اللي ربما انه بعض الاحيان ما كيوصلش للاجر الحقيقي اللي غيسيروا 400 ريال باش يخدموا في النهار. يعني حرام جدا ان تقالت المساله هذه مع العلم ان الدوله حدا الحد الادنى للاجور اللي يسميك في حد معين ويجي يتقاضى فكاين مجموعه من التجاوزات. نعم. للاسف انها. نعم. كتبقى فكنكون تكون مناسبه هذه باش يتم مراجعه مجموعه الاشياء اللي كتظهر. نعم. في ميدان الشغل. شكرا بزاف استاذ سعيد الناوي على هاد اشارات. طيب مشاهدينا غادي ندوزو نستقبلوا الحلقه الرابعه في قصه الناس اليوم القصه ديال الشاب حتى هو اللي كان ضحيه ديال حادثه شغل بعد هذا الفاصل. جماعه مرحبا بك. بارك الله فيك. شنو وقع لك بالضبط؟ وقع لنا حادثه شغل في العمل يعني ما توصلت حتى بشي حاجه. شنو بالضبط اللي وقع؟ كنت خدام في لاكو في الاول كنت خدام في لا ماشين. من بعد تحولوني لاكوب. من بعد ما تحولت لاكوب خدمت معاهم شي 3 شهور في لاكوب وقعت لي حادثه شغل في يدي تقاسيت في يدي في الموس ديال الفصاله. ممكن يلاه تعودت على شي حاجه. موس الفصاله ماكينه ولا موس ولا كيفاش؟ لا الموس ديال الفصاله. ديال الفصاله. في لاكوب ما تعودت حتى بشي حاجه. لا عاود لي بالضبط لما وقعت لك هذيك تضربتي في يدك ياك تضربتي في يديك. تضربت في يديك ديك الساعه واش جا الباترون ديالك شنو درتي ديك الساعه؟ الباترون ما كاينش. الباترون كان خارج على برا. ديك الساعة شنو هضرت مع المسؤولين كذا قال لي سير من بعد غادي تمشي للسبيطار وداك التكاليف اللي كاينه كامله غادي تجي حنا غنتحملوا داك الشيء اللي كاين كامل. مشيتي للسبيطار كنت داير معاهم كونترا فيها مشيت للسبيطار وكنت داير معاهم كونترا فيها 6 شهور وديك الساعة كان باقي لي الكونترا 20 يوم وغادي تشوفها. اييه اذا باقي خدام باقي راك محسوب عليهم. محسوب عليهم. من بعد مشيت خديت الدواء وقديت داك الشغل ديالي. واخا الطبيب ديالك عطاك شي شهاده طبيه كتبس الضرر ديالك؟ شحال فيها؟ فيها 20 يوم. 20 يوم. عاودت رجعت لعندهم داز ديك ال 20 يوم عاودت رجعت لعندهم قال لي الشركه قابله للافلاس. من بعد ما رجعت لعندهم قال لي الشركه قابله للافلاس كل شهر وليت كنسمع انا ديك الشركه غتسد هاد الشهر غتسد هاد الشهر غتسد داز عامين ونص خدامه. ما عاودش رجعت خدمت معاهم دازت عامين ونص الشركه سدات. 2012 سدات الشركه انا وقعت لي حادثه في 2009. حتى الخدمه ما بغاوش يرجعوك ليها؟ ما بغاوش يرجعوني ليها. صافي ولا كيقول لي الشركه قابله للافلاس هاد الشهر غتسد هاد الشهر غتسد دازت عامين ونص عاد سدات. ما عاودش رجعت حيت انا كنت خدام معاهم. لا ولكن انت جمال حتى شي حاجه كنتي غير كتمشي قلتي كانت عندك كونترا فيها 6 شهور وبقات 20 يوم باش توفى. يعني غير كونترا ما كاينش شي وراق ولا شي حاجه شي وثيقه كتثبت بانك راك خدام مع الضمان الاجتماعي او لا ما مديكلارين بك ما والو. والو. انت كنتي عارف باللي الشركه ما مديكلاريش بك؟ عارف هذيك عارف راسك ما مسوريش. عارف راسي ما مسوريش. وخدمت معاهم يعني كنلقات ما كاين شي 200 ديال الناس اللي خدامين بطريقه قانونيه ولا اخرين حتى وحده ما ياك.
كلشي غير خدام وصافي. كلشي غير خدام وصافي، ما كاين الاوراق لا حتى شي حاجه. واخا شنو طبيعه الحوادث ديال الشغل اللي تتوقع مثلا في هذيك الشركه؟ كتوقع بزاف الدراري اللي خدامين معاك في المكان وداك الشيء، اش كيوقع لهم؟ كاين بزاف، كاين اللي كضربوا بريلي دو، كاين اللي كيتقطعوا ليه صباعو. واحد البنت كنعرف انا بعدا كان قاصتها الماكينه ديال الطرزه في يدها، صباعها كاملين مشاو ليها ما توصلت حتى بشي حاجه. يعني لو وقعت شي حاجه يمشي بحالته؟ لو وقعت له شي حاجه يمشي بحالته، يعني انت ما عندك ما غادي تستافد، ما عندك الاوراق لا شي حاجه. بنادم موافق على داك الشيء خدام به وساكت، ما يمكنش له غادي يمشي غادي يدير شي حاجه. يا ربي تخدم. كون كان عندك الاوراق ولا شي حاجه غادي توصل ضروري. ما مشيتيش عند مفتي الشغل، ما مشيتيش للمحكمه، ما شتي محامي، ما مشيتي تسول على راسك، غير تضربتي وجبتي. ما مشيتيش شي حاجه، حيت هما قالوا لي حنا غادي نعوضوك ماديا. ومن بعد ما عاودت رجعت لعندهم قال لي الشركه قابله للافلاس، ما يمكنش لنا غادي نعوضوك على شي حاجه، وما عندي لا اوراق لا شي حاجه، ما عنديش منين غادي نشدهم نهائيا. والو سولتي ما لقيتيش منين سولت شدو. ما عنديش منين غادي نشدهم، كنت غادي نشدهم ضروري غادي نمشي غندافع على راسي وغندافع على حقي، ما يمكنش لي انا. انا دابا في الصيف كنلبس نصكم، كنلبس اي حاجه، بنادم كيشوف فيا الضربه كيقول لك هذا كلوشار ولا ما نعرف شناهو. ما كيعرفوش هذيك راه خدمه ديالها، ما كيعرفوهاش راه خدمه ولا شي حاجه. يقولوا راه غير المجتمع ما كيرحمش، مقرقب ولا شي حاجه، وكضرب في راسك ولا شي حاجه. شنو كيقول بنادم كيقول لك راه ضرب راسو ولا شي حاجه ولا المهم المجتمع ما كيرحمش. واخا جمال شكرا لك بزاف على هذا الشيء اللي عاودتي لنا. طيب سي سعيد ناوي، انا بغيت نسول نفس الشيء. نعم. يعني دائما كاين تملص ديال المشغلين من هذا النوع ديال الحوادث، سواء كانت صغيره ولا كانت كبيره. انا بغيت نهضر معاك على حالات الوفاه. الحمد لله هاد الناس كيضربوا وكينوضوا يقلبوا على حقهم بيديهم، ولكن احيانا حاله ديال الوفاه لما شي حد تيكون ضحيه ديال حادثه شغل تيتوفى، داوي الحقوق شنو ممكن يديروا ديك الساعه من اجراءات من المساطر يتبعوها؟ واخا الا سمحتي قبل غير باش يعني نعقب، هو انه عاده الانسان اللي تيمرض تيمشي عند الطبيب، الانسان اللي تي مثلا تيوقع عليه بان في شي طوموبيله تيمشي عند ميكانيسيان الى غير ذلك. فبالتالي ان الناس اللي وقع لهم مثلا هذه يمشي لدوي اختصاص، يمشي مثلا عند محامي اللي هو مؤهل باش انه يعطيه النصيحه. فالحاله ديال الاخ مثلا نعطيه غير بايجاز، حال الاخ عنده الحق انه يتقدم دعوه للمحكمه والحصول على حكم خدير الشركه افلاس، لانه كما قلت قبيله انه كيكون يعني المشغل هو وسيط فقط ما بينه وبين شركه تامين. قدر تكون شركه تامين ديك الساعه يكون مصرح به او غير، على الاقل كاين واحد كاين تامين على العمال اللي كاينين داخل الشركه، وبالتالي انه ممكن يطلب تعويض. او في حاله عدم وجود تامين على الاقل انه غيدخل في الكتله الدائنين بين قوسين كما يقال، انه حيت هذه الشركه غيكون عندها ديميو، غيكون عندها مثلا ديون معينه، غيكون عندها الات، غيدخل الحز وغيتم البيع ديال الالات ويتم تعويضه. فهذا هو الشيء اللي توقع. فرجع يعني لحادث الشغل اللي ربما انك كتخلي اضرار معينه وتقدر كما تؤدي الوفاه ديال العامل اثناء قيام بعمله. هنا يعني بالنسبه لذوي الحقوق انهم كذلك نفس الشكل انهم كيتقدموا بتصريح، اما انه تيقول يعني رب العمل انه باش يمشي يديو لي شهاده ديال الوفاه بانه السيد راه لانه قدر مثلا يوقع لي حادثه ويموت في اثناء لا في, 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 في العمل، تيمشي للدار ويقدر يموت. فهنا كيجيبوا شهاده يثبت انه السيد توفى، وبالتالي خصو يصرح به لدى السلطه المختصه اللي قلنا قبل، وبالتالي كيتم يعني احاله الملف كذلك على المحكمه، وكيتم يعني اجراء بحث من طرف قضيه الصلح، وكيتم يعني الحضور ديال ذوي الحقوق اللي كاينين الارمله والاولاد وكذلك. نعم. قدر الاباء بعض الاحيان. نعم. لانه نعم. كانوا اباء كذلك الاصول والفروع، باش انهم كذلك يتعوضوا في حدود نسب معينه 30% 50% حسب يعني الزوجه، واش كاين زوجه وحده، واش كاين جوج زوج، واش كاين تعدد، واش كاين. نعم. هذه. نعم. المهم حسب كاين نسب معينه اللي محدده في الظاهر، باش ان هاد الناس انهم يتعوضوا على الحادثه اللي صابت يعني رب يعني رب الاسره اللي توفى مسكين. نعم. هذه مساله. نعم. مساله اخرى، قدر الحادثه ما تقدرش توقع في اثناء يعني القيام بالعمل. لانه قدر انسان مثلا مشى يتغدى مثلا وقعت له حادثه سير مثلا، كتكون مقرونه يعني كتكون هي حادث شغل، لانه المشرع عطى يعني الحق الاجير ليتنقل من مكان عمله الى مكان الاكل مثلا، او يعني الملجا ديالو الدار ديالو، او لقيام احد الاغراض اعتياديه مثلا كيمشي عند امه مثلا يشوفها مثلا، ولكن داخل وقت العمل. لا. يعني ماشي مع 6 العشيه ولا 7 العشيه. نو لا لا لا، من بعد انتهاء العمل هو غادي يخرج مع 6 ويمشي للدار. عنده هو هذيك الطريق كلها اللي تمشي فيها للدار. لو وقعت لي حادثه كتسمى حادثه شغل،
وكتكون مقرونه بحياه السير، معنى انه كيتعوض على جانبين، كيتعوض في اطار حدا الشغل ملي كتسالي حدا الشغل، كيتقدم بدعوه ديال اراد تكميلي في اطار حوادث السير، وبالتالي يكون كي عنده اراد كامل باعتبار انه تعرض لحياه السير خارج العمل، فبالتالي انه المشرع تيحمي كذلك اجراء اللي كيتنقلوا يعني خارج العمل ولكن من اجل الناس اللي كيكونوا ديبلاسمون ولا شي حاجه ديبلاسمون مثلا انسان مثلا عنده شي فرص تنقل معين مثلا تنقل معين في مدينه اخرى وغير ذلك، وتوقع لي مثلا يعني حادثه تحت يعني التبعيه ديال المشغل ديالها. شكرا بزاف استاذ سعيد النووي، شكرا لكم الحضور الكريم، السي جمال شكرا، السي لطفي، رجاء، السي رشيد، تنشكركم بزاف اللي جيتوا شاركتونا اليوم قصتكم انتم اللي وقعت لكم حادثه ديال الشغل. شكرا لكم مشاهدينا كلكم اللي تابعتونا في هذه الحلقه، حادثه وقعت لي في الخدمه، كان هذا هو موضوعنا اليوم في قصه الناس، باقي في الناس بزاف ما يتعاود، في قصه الناس من اليوم انت واحد اخر. السلام عليكم.